قولي لي يا عروسه، تحبي المكياج نوعه ايه؟ الوان الوان هاديه. جريئه. هي مين فيكم العروسه؟ انا. يعني الوان جريئه ولا الوان هاديه؟ انا بقول لك الوان هاديه وانا العروسه. لا لا، الالوان الجريئه طبعا احلى، اعملي لها الوان جريئه. معلش يا حبيبتي، اعملي الالوان الجريئه ليكي انت، انا بحب الحاجات الهاديه. الالوان الجريئه تليق عليكي اكتر. انا بقول اساعدك، شايفك يعني ما بتعرفيش في الميك اب. المهم انت بتعرفي، والميك اب ما شاء الله عليكي تحفه. لو سمحتي عايزه الالوان هاديه وكل حاجه تكون هاديه كده ومتواضعه. تمام، انا مش عايزه ابقى اوفر. قصدك ان شاء الله. ما قصديش يا حبيبتي، ومش كل حاجه تاخديها عليكي. سيبك منها يا اختي، دي ما بتفهمش حاجه في الميك اب اصلا، ولا في الذوق ولا في الالوان. انت شايفاها لابسه ازاي؟ والله عندك حق. لا بقول لك انت وهي، لمي نفسك، انا مش ناقصاكي. انت مش كل شويه هتطلعوا لي بقى من تحت الارض. هو انتوا قارفيني ليه؟ جايين معايا ليه؟ لا لا، بقول لكم ايه، لو هتتخانقوا يا ريت تشوفوا لكم مكان تاني. هي تشوف مكان تاني، اصلها بيئه قوي. اقسم بالله يا بت، اطلع فيك القديم والجديد. انت عرفتيني من ساعه ما شفتك، والله هجيبك من شعرك الاصفر ده، هو مربط بيك الارض. لا لا، فوق يا ماما، انت بتكلمي مين؟ ده احنا نسفلتك هنا. تسفلتوني؟ شكلكم ما تعرفوش انت بتتكلموا مع مين اصلا. بنتكلم مع مين يعني؟ بقول لك يا بت، انت بالذات انا متغاظه منك ومش طايقاكي. يا جماعه اهدوا خلاص، هعمل للعروسه المكياج الهادي اللي هي عايزاه، واعمل لك انت الجريء اللي انت عايزاه. ما تزعلوش. لا احنا مش هنعمل ميك اب اصلا، احنا مش محتاجينه. الميك اب ده تعملي لي الناس المعفنه. لا لا لا، انت شكلكم كده جايين تخربوا الفرح ده، صح؟ ايوه صح، من اول ما بدانا الجوازه دي وهم عايزين يخربوها، بس ده بعدكم. لكن النهارده فرحي ومش هسيب اي حد يعكنني. شغلينا بقى موسيقى، خلينا نرقص. ايوه كده يا عروسه. يلا بينا. برافو عليكي، شاطره. اصلا عارفه نيتهم، عشان كده بفرسهم بدل ما يفرسوني. عايزاكي بقى تطلعيني بقى احلى عروسه، خليهم يتفرسوا اكتر. بس كده، ده انا هطلعك ملكه. انا بحب البنات الجامده دي، مش اللي تعيط ولا تزعل وتبوظ فرحها وتمشي. طبعا، واسيبهم هما ينبسطوا، ده بعدهم. برافو عليكي، اقعدي بقى خلينا نبتدي الشغل. يلا بينا. ونسمع احلى تحية للعريس اللي وصل. احلى تحية لعريس منطقتنا حموكشة الغالي. سمعني احلى تحية للعريس اللي منور منطقتنا. احلى شايفة يا ماما، اتجوزوا. ايوه يا حبيبتي، اختك الهبلة قاعدة مبسوطة بتقولي خلاص بقى، اسمه ونصيب، هنعمله ايه؟ ايوه اسمه ونصيب. اضحكي اضحكي عشان ما يقولوش ان احنا زعلانين. بس انا عايزة اعيط. اوعي امسكي نفسك، والله هتجيبي باللي في رجلي. انت عايزه شمتيهم فينا وشمتي العروسه القرشانه دي فيا؟ لا طبعا. شايفه يا ماما فستانها وحش خالص. ايوه يا اختي، ولا تسريحه شعرها ولا الميك اب معفن خالص. مش انا احلى يا ماما؟ طبعا، ده انت قمر. امال ليه حموكش اتجوزها هي؟ اعمى، ابن خالتك طول عمره اعمى وما بيشوفش، بكره بعد الجواز يكتشف النصيبه اللي عملها في نفسه. شايفه مبسوط ازاي؟ ايوه يا اختي، ولا امه منشكحه قوي. يا رب الفرح ده يتقلب على دماغهم زي ما هم كده مخايفيني. امين يا رب امين. يا لهوي، ايه ده؟ دي الدعوه استجابت يا ماما. شفتي يا بت، مش طول عمري بقول لك ان انت طيبه وبنت حلال. يا لهوي يا ماما، انا ما كنتش اعرف ان دعوتي مستجابه كده. يلا بينا نمشي احسن ما يقولوا ان احنا السبب. يلا يا ماما. استنى، نادي اختي. سيبيها، مش قاعده يا اختي منشكحه ومبسوطه، الله يجي لها ضربه في نافوخها هي كمان. يلا بينا يا ماما. يا تنكنت فين؟ ايوه يا حموكش، انا هنا. لقيتي مسكن؟ لا ما لقيتش. عاجبك اللي حصل ده؟ وفرح اللي باظ ووش اللي باظ؟ ما هو فرح انا برضو باظ ووشي برضو باظ. هو بسبب يعني؟ هو انا ليا ذنب؟ لا يا حبيبي، ده ذنبهم هم، هم اللي كانوا عايزين الجوازه تبوظ باي طريقه، واهي الفرح باظ عشان يبقوا يرتاحوا بقى. يا ست هم مالهم بس؟ ده كانوا مبسوطين حتى. لا والله، هو انت بيغرك الضحكه اللي على الوش دي؟ ما انا قلت لك بنات خالتك عملوا معايا ايه في الكوافير؟ وعملوا معايا ايه في القاعه؟ فعشان كده عملتها في الشارع عشان ارتاح منهم. كل حاجه داخلين لي فيها وعايزيني هم اللي يختاروا كل حاجه، انا مش فاهمه بس هو فرحي ولا فرحهم؟ معلش يا ست، فرحانين بيا؟ لا والله، فرحانين بيك برضو. ماشي كده يا حموكش، الفرح باظ وشهر العسل كمان باظ. لا مين قال لك كده؟ كل اللي شهر العسل؟ لا ده انا مظبطه، بصي وان شاء الله هيعجبك. انا بس ايه، تليفون صغير كده للدكتور بتاعي هيجي يظبط لنا كل ده، وان شاء الله هنبقى زي الفل. انت شايف كده يعني؟ ايوه طبعا. ماشي، بدل انت شايف كده خلاص، على الاقل الواحد يريح اعصابه. من ساعه حموكش ما جت خطبتني وانا في دوامه كده، في دوامه وحرب، اريح اعصابي شويه. طبعا ان شاء الله. طب قول لي بقى، شهر العسل ده فين؟ في اسكندريه عند خالتي. ايه خالتك؟ خالتك مين؟
تانية، مش هي اللي كانت في الفرح صح؟ لا هي، ما انا ماليش خالة تانية. احلف. اه ربنا، بس ما تخافيش، احنا بس هنقضي شهر العسل في الشاليه بتاعها بس، هي مش هتبقى موجودة. يا لهوي، في الشاليه بتاعها؟ لا اكيد روحها هتبقى حاضرة. روحها ايه، انت مجنونة ولا ايه؟ انت بتتفرجي على افلام كتير. بعدين هي ميتة يعني، ما هي عايشة. لا 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 لا، اكيد هي مش هتعدي شهر العسل كده بالسهل، اكيد محضرالي مصيبة. لا يا ستي ما تخافيش، وحياة امك بلاش، انا مش عايزة اروح شهر العسل، احنا نقضيه هنا في بيتنا احسن امان. ما تهزريش بقى، روحي يلا حضري الشنط. الو، ايه يا خالتي؟ ايه يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله كويس. والقرشان عامله ايه؟ ايه مين؟ العروسه يا حبيبي عامله ايه؟ سلامتكم يا حبيبي، واللي حصل وفرحكم اللي باظ، معلش خيرها في غيرها. معلش بقى، قدر الله ما شاء فعل، تتعوض ان شاء الله المره الجايه. المره الجايه ايه، وانا هعمل فرحي مره تانية؟ يمكن. ليه لا؟ بقول لك ايه يا حبيبي، انا هسبقك على الشارع عشان اظبطه لك كده، وانضفه لك انا والبنات عشان نستقبلكم، عشان ما تبقوش لوحدكم برضو. ايه، انت هتستقبلونا في الشاليه؟ مش قلت لك مش هعدوها؟ يا لهوي.